وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار المستشار الاستثماري الأستاذ أسامة معين. مساء الخير أستاذ أسامة. أهلا. حدثنا بداية عن هذه الجلسة وما ذكره سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من الفرص الكبيرة المتاحة لمملكة البحرين فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد، وأيضا فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد النفطي الذكي. أنا شاكر لكم جدا على استضافتي اليوم في التعليق، ونتشرف أيضا بالتعليق على كلمة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد. نعم. في هذا المنتدى طبعا صاحب السمو الملكي أشار إلى العديد من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين وخاصة في الآونة الأخيرة. نعم. ولكن أنا بأود أن أشير إليه تماما أن جملة المواضيع التي ذكرها صاحب السمو الملكي تصب في أهم استثمار في مملكة البحرين، وهو الاستثمار في الإنسان. نعم. الاستثمار في الإنسان بدأ منذ إيجاد النفط في البحرين. نجد البحرين الآن تتمتع ببنية تحتية قوية جدا، تتمتع بإنسان متعلم يفوق في كثير من المراحل العديد من الدول التي لها تاريخ طويل في هذا المجال. الاستثمار تم في المدارس، في العلاج، في البنية التحتية، كل هذا عامل مؤثر كبير للاستثمار طويل المدى في العديد من الاستثمارات المتاحة في مملكة البحرين. نعم. أعتقد أن وجود سيدي حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا المنتدى الدولي لم يعطي زخما للبحرين، ولكن أعطى زخما للمؤتمر عموما بكلمته التي ألقاها. نعم. ولو كانت مقتضبة، ولكن أعطى دليلا على ومن خبرته في تطوير المجتمع وتطوير الاستثمار في الدولة. طبعا أشار صاحب السمو الملكي إلى العديد من العوامل التي نحن أو الارتكازات التي تبنى عليها آفاق الاستثمار في مملكة البحرين للأجيال القادمة وللأعوام القادمة. نعم أستاذ أسامة، يعني يمكن من أكثر الكلمات التي كان لها صدى خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي مما ذكره سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد في الجلسة يوم أمس، هو أن صاحب السمو الملكي حث جميع المستثمرين على الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وقال أن الاستثمار في المملكة العربية السعودية هو معدن بشكل إيجابي لجميع المنطقة وللبحرين أيضا، ودعا إلى الاستثمار في السعودية من قبل الجميع. لعلك أن تحدثنا عن أهمية الاستثمار في السعودية وانعكاسات ذلك أيضا على الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. المملكة العربية السعودية بالنسبة لنتكلم عليها في حدودها كمنطقة الخليج العربي فقط. نعم. المملكة العربية السعودية هي العمود الفقري لهذه المنطقة بالذات. نعم. الاقتصاد السعودي، الاقتصاد في المملكة العربية السعودية الاقتصاد الأكبر. الاقتصاد السعودي لا نقول أنه الاقتصاد الأكبر فقط، ولكنه فعليا الاقتصاد الأوحد بما يمثله وجود الكبيات أو الاحتياطيات النفط العالية، الصناعة الموجودة في المملكة العربية السعودية بكثرة. أعتقد أن في الكثير من الصناعة في السعودية دخلت الأرقام القياسية العالمية، وأيضا هناك 30 مليون نسمة موجودة في المملكة بالإضافة إلى المساحة الشاسعة للمملكة العربية السعودية. فالاستثمار دائما مع هذه العوامل يكون استثمار مجدي ذو عائد قوي. هذا العائد والاستثمار المجدي أكيد سيتمتع به ليس فقط الأخوة في المملكة العربية السعودية، ولكن سينعكس إيجابيا على المنطقة بالكامل، لأن الإنسان السعودي يتنقل في المنطقة والإنسان الخليجي يتنقل بشكل مفتوح، فتنتقل أيضا الاستثمارات. الآن العوامل التي تساعد على جذب الاستثمار إلى البحرين مثلا موجودة بالكامل، فالاستثمارات السعودية تتجه أيضا إلى البحرين أو تتجه إلى الإمارات أو إلى الكويت بشكل طبعا ممتاز، ليقوم بدعم هذه الاستثمارات ودعم الاقتصاديات في دول مجلس التعاون.
فهو الاقتصاد الأوحد، الاقتصاد الأقوى الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد. ولا تنسى أن العملة السعودية هي العملة الأقوى، واحدة من أقوى العملات في العالم، والمدرجة في الأسواق الآجلة. فالعملة حتى وجود العملة السعودية في المنطقة تعطي زخمة، تعطي قوة للاقتصاديات في دول مجلس التعاون. نعم، المستشار الاستثماري الأستاذ أسامة معين، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا هنا لكم. مركز شكرا الأخبار.